احنا الان بغيت نقول لك في واحد الوضع يرتلى، لان تنحضروا باش ندفنوا واحد الهرم من هرمات المسرح المراكشي على الخصوص والمغربي بصفه عامه. فقدنا مجموعه من الفنانين، منهم قبل المرحوم سي عبد الجبار الوزير، الاستاذه توريا جبران، وواحد المجموعه ديال الفنانين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، واليوم واقفين باش غادي ندفنوا هذا الهرم الكبير المراكشي اللي افتقدناه في هذه ليله البارحه. رحمه الله وعزاؤنا واحد جميعا، كفنانين كمثقفين كمراكشيين كمغاربه في هذا الهرم وفي المسرح المغربي على الخصوص. الله يرحمه السي عبد الجبار، واحد النجمه اخرى من نجوم ديال الفن في البلاد تطفى، بداو تيمشيو كلهم بواحد بواحد. ولكن السي عبد الجبار كانت لنا مع علاقه بسيطه، ورحمه الله كان من الفنانه الغيورين على هذه البلاد باش يقدم فرجه ويخلق البسمه للمغاربه. كان هذا هو الهم ديالو، والله يرحمه ويغفر ليه في هذا النهار يا ربي، ترحموا عليه جميعا. سيدي عبد الله الجبار ما عندناش بحاله، ما عندناش منه جوج، رحمه الله ورحم كاع الرواد اللي توفوا في هذه البلاد، وانا لله وانا اليه راجعون.